ودي كانت أغرب حاجة سمعتها، يعني إزاي عرفتني من شعري؟ أهلاً واضح، حمزة العيدي. أنا؟ لا أبداً، متشكر، يعني مش ممكن طبعاً. أغرب موقف حصل لي في تصوير، كنت بصور مشهد في مسلسل اسمه وادي الجن، فالمفروض إنه المشهد أنا والأستاذ عبير فاروق جنبي اللي كانت عاملة والدتي، وفي عربية، العربية دي كانت عربية بي إم جايبينها والراجل صاحبها واقف يعني اللي مسؤول عنها، والمفروض أنا واقف في إشارة وبيحصل لي حاجة كده معينة، بشوف الإشارة الحمراء بيطلع منها دم وبيغرق الشارع وبيطلع عندي في الإزاز، فأنا بعمل بإيدي كده وهم هيكسروا الإزاز جرافيك، فأكشن سرحت حصل، بعمل كده الإزاز اتشرخ بجد، فكانت مشكلة يعني، وأنا معرفش إزاي ده حصل. أغرب موقف حصل لي مع أحد المعجبات، كنت في ساحة جامع كده، وكان الجامع ده في الفجر، فكان ضلمة تقريبا يعني مفيش نور، كان في الفجر، فكان معاها والدتها، لقيتها جاية لي وبتسلم عليا زي حضرتك، وأنا كنت لابس كمامة. أهلا وسهلا، أنتي يعني انت عرفتي ازاي ان انا حمزه؟ قالت لي انا عرفتك من شعرك، ودي كانت اغرب حاجه سمعتها، يعني ازاي عرفتني من شعري؟ بس اكتر حاجه مجنونه عملتها في حياتي، انا عندي فوبيا الميه، بعرفش اعوم خالص، وبقعد اصارع الامواج، وكوميديا كبيره في الميه يعني، وموضوع صعب جدا يعني، فوبيا في 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 بانيك عالي يعني. فنزلت، كنت في دهب وكان معايا صديقي الفنان الكبير وليد فواز، وكان معانا اتنين تانيين كده قاعدين عندهم في كامب، وقعدوا يقنعوني كتير عشان انزل، واللايف جاكيت ومفيش حاجة والدنيا تمام، فقررت انزل البلو هول. مبدئيا ساعة الا تلت وانا واقف عند الحتة المفروض ننزل منها، نعدي كده من عند الشعب المرجانية عشان نخش جوه، وانا باصص على العمق كده، ساعة الا تلت بيقنعوني. المهم طب قالوا لي طب انزل واقلب نفسك على ظهرك. سنوركلينج عادي يعني. الحقيقه الرحله كلها كانت سنوركلينج مع السما بقى والجبل والحاجات دي. واقلب شويه اخد نفس جامد وابص على المنظر وارجع تاني. الاثنين فلتوا مني لان كانوا هيغرقوا، وفضل معايا صديقي وليد لحد ما طلعني. انا طبعا عجبتني الحكايه، فثلاث ايام بغرق في دهب. ابو جلوم نفس الفكره، ثري بولز نفس الفكره، بغرق بس وبينقذوني. فده كان ريسك عالي جدا يعني. شكرا، واضح.